سريعا تتعافى العملية التعليمية بتعز، وإن بدت مثقلة بآثار الحرب التي ألحقتها جماعة الحوثي الإنقلابية باليمن عموما وبهذا القطاع على وجه الخصوص. طرق تخريبية عدة طالت المنشآت التعليمية، لكن أبرزها تلك التي استهدفت المدارس حيث تعرضت للقصف، وفي أفضل الظروف اتخذتها الميليشيات مواقع عسكرية وتدريبية ومستودعات للسلاح، وهو ما استدعى توقف العملية التعليمية لسنوات داخل المدينة. العملية التعليمية تعرضت طبعا نتيجة للحرب الدائرة في بلادنا لحالات نفسية، فأصبح يعني الطالب لديه حالة نفسية نتيجة لهذه الضغوطات والحروب المتواجدة، ولذا أثرت على نفسية الطالب وعلى نفسية المعلم أيضا وعلى نفسية الشعب أيضا بصفة عامة. هنا يدشن مكتب التربية والتعليم اختبارات المرحلة الثانوية للعام 2019، حيث يشارك فيها ما يزيد عن 24 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 145 مركزا امتحانيا في 17 مديرية بالمدينة وريفها. 24 ألف طالب وطالبة في 17 مديرية من مديريات محافظة تعز، الجميع يؤدون اختباراتهم بكل سهولة ويسر، وكان هذا بفضل الاستعدادات الكبيرة التي سبقت عملية الاختبارات لنصل اليوم إلى هذا الهدوء وهذا الاستقرار. وبالنسبة لأبنائنا الطلاب النازحين تم استقبالهم في هذا المركز الاختباري في مدرسة 26 سبتمبر، وبالنسبة للطالبات في مدرسة الشهيد الحكيمي. النازحون من المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون والحالات الخاصة أيضا، حاول القائمون على العملية التعليمية وضع الحلول لاستكمال امتحاناتهم أسوة بزملائهم، وهي خطوة إيجابية كما يعدها مراقبون. حرب وحصار وغياب لخدمة الكهرباء أبرز العوائق التي تواجه هؤلاء الطلبة، إلا أنهم يحاولون تجاوزها لاستكمال مشوارهم التعليمي نحو المستقبل المنشود. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.